كنا بنتكلم في الحوار السابق عن المرأة والتعامل مع المرأة والعنف ضد المرأة، وذكر يمكن لأكثر من مرة في الحوار الزيادة السكانية والأسرة وأهمية أن يبقى في إيدها القرار، علشان في حاجة اسمها صحة إنجابية وفي حاجة اسمها الصحة الجسدية. يعني الزيادة السكانية متعلقة بالموقف بشكل أو بآخر. الزيادة السكانية بيكمن فيها خطورة كبيرة. الزيادة السكانية في خطاب وأحاديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من محفل، ويتم التأكيد عليها، ويتم أيضا العمل من خلال أجندة في الدولة كقضية قومية لإتمام المحاور الخمسة للاستراتيجية الخاصة بمكافحة الزيادة السكانية. المحاور الخمسة متعلقة بالمرأة وبالشباب والبطالة والتعليم والتوعية من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هنتعرف عن تفاصيل هذه المحاور، هنتعرف عن تنفيذها وترجمتها على الأرض، ووصلنا لحد فين في هذه الاستراتيجية مع ضيفنا وضيفكم الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك. وهبدأ معاك بيه، يعني المشكلة اللي دايما بنتكلم عنها، الريف، الصعيد، ازاي بتتصرفوا علشان توصلوا بهذا الفكر وبهذه القضية والملف لعقولهم، وليه المشاكل ايضا اللي بتقع عليهم؟ يمكن نقول ان مشكلة الزيادة السكانية هي ام كل المشاكل. يعني هي المشكلة اللي لو معرفتيش تحليها مش هتعرفي تحلي ولا مشكلة، بينما لو حليتيها هتقدري تحلي كل المشاكل اللي بتواجهنا في المجتمع. ويمكن احنا اتكلمنا عن في حاجه اسمها استراتيجيه، يمكن كنت سامع في الفقره اللي قبلينا كانوا بيتكلموا مثلا عن استراتيجيه مكافحه العنف ضد المراه. احنا عندنا برضو الاستراتيجيه مصر حطها 2015 لغايه 2030، كان المهندس ابراهيم محلب كان اقرها في 2014. الاستراتيجيه دي قايمه على خمس محاور. عندنا محور اسمه تنظيم اسره، محور اسمه تمكين المراه، محور اسمه شباب وصحه المراهقين، ومحور اعلام، ومحور تعليم. عشان اقدر ان احنا نحقق المستهدف، ان احنا عندنا مشكله في مصر ان كل سنه العدد بيزيد، بس في ارتباط كل ما العدد بيزيد كل ما الخصائص بتاعت الناس بتقل، وفي نفس الوقت انت على نفس المساحه. أيوة. فدي اللي عامله لك المشكله. يبقى انت كل سنه العدد الناس بيزيد، خصائص الناس بتقل، وانت قاعده على نفس المساحه. فهدفنا في الاستراتيجيه هو ايه؟ ان انت تقللي معدل الزياده اللي احنا بنزيد بيه. يعني يمكن مصر حققت نجاح في الفتره الماضيه، بس محتاجين جهود اكتر. يعني يمكن نقول في الثمانينات لما مصر ابتدت تواجه الزياده السكانيه كانت السيدة المصرية بتجيب حوالي أكتر من خمسة طفل، يعني خمسة ونص طفل. يعني بعد كده تحسننا، سنة 2000 بقت كل سيدة بتجيب 3.5 طفل، يعني كل 10 ستات بيجيبوا 35 طفل. أحسن نتيجة مصر حققتها كانت في 2008. في 2008 كانت كل سيدة بتجيب 3 طفل. بعد كده كان المفروض المسح السكاني اللي بعديه يتعمل في 2012. لما جينا 2011 المسح السكاني اتأخر، فتعمل في 2014. كان المفروض الخطه لما اتحطت وقت 2008 لما لقينا نفسنا ان احنا 3، كل سيده بتجيب 3 اطفال، كان المفروض اللي محطوط ان احنا نقل كمان، ننزل يبقى 2.4، يعني كل ست بتجيب 2.4 طفل. اللي حصل ان احنا لقينا ان عملنا رده 14 سنه لورا تاني، ورجعنا من 3 ل 3.5 تاني. ويمكن ليها اسباب كتير، ان بعد 2011 الكلام في الاعلام عن تنظيم الاسره والزياده السكانيه كان اختفى خالص. كانت الناس مركزه بقى في السياسه والدستور وتغيير القوانين، وقعدنا سنين ما بنتكلمش عن موضوع الزياده السكانيه لغايه ما اتفاجئنا في 2014 لما بالعدد. طبعا بالمشكله، انت مصر عملنا المسح السكاني نتائجه اعلنت في 5/5/2015، وشفنا بقى والساعه اللي كانت موجوده قدامنا الارقام ابتدت ان احنا عندنا مشكله قد ايه كل دقيقه، وبينت لك المشكله ان انت لما سلاح الاعلام اتشال، ان انت بعد 2011 ما بنقدرش نتكلم وما بقيناش نشوف الاعلانات ولا اهتمام الاعلان الكفايه، رجعتي لنفس النسبه اللي انت كنت عليها سنه 2000. وده يدل لك ان الاعلام سلاح مهم جدا، بيحقق نتيجته بسرعه، بس مشكلته ان انت لما بتسحبيه اثره ان هو بيروح. يمكن مصر كنا مركزين في السنين اللي فاتوا على موضوع الاعلام، محتاجين ان احنا نرجع تاني. وده يمكن دور الاعلام ان هو بيسلط الضوء على خطوره الزياده السكانيه. بس يمكن لما بنبص بقى على الدول اللي حاربت الزياده السكانيه، في تجارب كتير جدا زي الصين، زي اندونيسيا، زي تونس، زي ايران.
يمكن حققوا نجاحات اكبر من مصر في موضوع الزياده السكانيه، وفي فتره زمنيه اقصر من مصر بكتير. يعني يمكن نقول ان القضيه دي ينفع تحلها في 15 سنه، بس ما تعتمديش على سلاح واحد. يمكن مصر لما نشوف التجربه كان اكتر سلاح احنا بنستخدمه هو سلاح الاعلام، بس في اسلحه تانية ابتدينا دلوقتي نتكلم عليها زي الحوافز الايجابيه. يعني كان المهندس مصطفى مجولي كان لسه بيتكلم يوم الخميس اللي فات عن موضوع الحوافز الايجابيه، وعلى ان هو الحوافز الايجابيه ياخدها لطفلين بس. القرار ده يمكن جريء جدا، بس كنت اقول لك ان جريء في عرضه وطرحه دلوقتي طبعا، وشايف ان هو كمان اتاخر. ده يا ريت عملنا كده من سنين، يا ريت لما ابتدينا بنحارب الزياده السكانيه من الثمانينات صدقيني ما كناش لغايه دلوقتي احنا لسه فاتحين الملف. ايوه، بس هنعمل ايه بقى في تلقي المجتمع للمبادره دي؟ بصي، هي المجتمع لازم نتغير، لان احنا دلوقتي احنا عندنا حياه مشكله. بالارقام انت كل 15 ثانيه بتجيبي مولود، بالارقام احنا في السنه بنولد 2.5 مليون مولود. ده عدد سكان دول جنبيكي، يعني انا كل سنه بولد دوله جديده. بالارقام ده نص الزياده اللي قاره كامله زي اوروبا بتزيدها، يعني قاره اوروبا في السنه بتزيد 5 مليون، انا بزيد منهم 2.5 مليون، يعني متخيله مصر بتزيد زي نص قاره كامله. مصر كل سنه بتولد دوله جديده، بس طبعا بدون موارد. فلو كملنا بالمعدل ده هي مش قصه ان خصائص الناس بتقل، لا، انت مواردك ايه مش كافيه. الفتره الجايه، هي ان انت محتاجه ان انت تشتغلي كل الاسلحه بتاعتك. عندك جزء الاعلام ان هو يرجع تاني، ويمكن ان احنا بقى ان شاء الله خلال فتره بسيطه الناس هتشوف حمله اعلانيه قويه جدا وبتناقش موضوع تنظيم الاسره. محتاجه السلاح التاني الحوافز الايجابيه، ومهمه. ويمكن انا عندي دايما حتى افكار ان الفكره الحوافز الايجابيه لازم تتطور كمان، مش بس دي دور الحكومه، لا، ده دور القطاع الخاص. ممكن نشرحها بس سريعا؟ هي فكره الحوافز الايجابيه ان انت بتشجعي الناس، ان انا الناس مثلا اللي هتلتزم بعدد 2 طفل هياخدوا حوافز اكتر، هياخدوا مساعدات يكونوا اكتر. الفكره اللي انا بقولها دايما مقتنع بيها ان هي بس مش قصه الحكومه، انت لو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه تشارك، هم برضو بيعملوا بيساعدوا الناس، بس ممكن ان هم نربط برضو مساعده الناس بالناس اللي هتلتزم، بالناس اللي هتلتزم بالعدد. وبرضو ببص لها ساعات ان مش بس قصه العدد، عندي اهم من العدد هو الخصائص، اربطيها ان انت مش قصه ان هم اتنين وخلاص، لا، ده يبقى اتنين متعلمين، يبقى عشان ناخد الدعم يبقى انت لازم تديني شهاده ان الطفلين بتوعك دولت في مدرسه، ما خرجتهمش من المدرسه، ما تكونيش مثلا بنتك عندها 12 سنه وبتشغليها لي ومخرجاها من المدرسه، حتى لو الست حامل تجيب لي شهاده من الوحده الصحيه ان هي بتتابع الحمل، لان انا في الاخر يهمني صحه الست الحامل. لو الست ولدت يجي لي ورقه من الوحده الصحه من وحده تنظيم الاسره ان هي بتاخد وسيله منع حمل. فانا يمكن بنقول الحوافز الايجابيه فكره حلوه جدا، بس محتاجين نطور الفكره، هي مش فكره عدد. حطي لي عدد مع خصائص، هم اتنين بس الاتنين يكونوا في المدرسه، يكون الست الحامل يبقى بتتابع الحمل، لو ولدت بتستخدم وسيله منع حمل. طيب هرجع لنقطه الاعلام اللي حضرتك بدات بيها كحل. الاعلام موجود من زمان، وكان في رسائل توعوية مشهورة ومعروفة، وكان في فنانين كبار كمان بيشاركوا وبيساهموا فيها. ايه الجديد؟ يعني ايه اللي مطلوب؟ ما هو الرسالة الإعلامية من زمان ليست يعني بمستحدثة. الجديد ان مصر بعد 2011 غير قبل 2011 ظهر لك اعلام جديد اسمه نيو ميديا، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. فقد يكون انت زمان كنت بتتكلمي في تلفزيون الدوله في قناتين بس، فبالتالي كان الرساله اسهل لان ما عندكيش الا قناتين حكوميتين، القناه الاولى والقناه الثانيه. بينما بعد 2011 بقى عندي قنوات خاصه كتير. طيب كانت بتوصل اكتر؟ طبعا، لان هو في لان كل الناس يعني التعدد اللي حصل ده طبعا انت شتتي المشاهده، هي في الاخر تورطه المشاهده كانت زمان على قناتين، دلوقتي توزعت. الرساله كانت يعني بتوصل جدا ومركزه. انت دلوقتي صعبتيها لان بقى في عدد القنوات بقى اكتر بكتير، بقى عندك شريحه من الشباب هي ما بتتفرجش على التلفزيون كمان، يعني أساس. في شريحه اجيال بتطلع في مصر هي ما بتتفرجش على التلفزيون، فدولت انا مش هينفع اخاطبهم الا بقصه النيو ميديا بوسائل التواصل الاجتماعي. فلو انت بتقولي لي الاعلام، لا، يبقى احنا لازم نرجع وتعملي الرساله بالطريقه اللي هم يفهموا بيها العصريه الجديده. انت لو جبتي نفس الاعلانات اللي انت بتاعت زمان وعرضتيها دلوقتي قدام الشباب هيقعد يضحك ويتريق، لان هو هياخدها مسار سخريه. يعني مش هيشوف. انت لازم تعملي له رساله بدماغه دلوقتي، وتعملي رساله ما تخرجي من نطاق الاولد ميديا، ان انت تبقى عارفين ان احنا بقى في مصطلح اسمه نيو ميديا، وان انا ازاي استغل وسائل التواصل الاجتماعي بتوصل برضو للناس. محتاجين للمعلومة أكتر طبعاً. يعني ما بين الإعلان وللدعايات التسويقية محتاجين إن احنا نوصلها كمعلومة
وده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني دايما في رسائل كده الناس مهم بتقراها جدا ان انت وبتتفاعل توصلي معاها. المعلومات، ويمكن كمان الاعلام حتى مش قصه اعلانات، لا دخلي لي رجال الدين جوه الاعلام عشان الصوت يوصل، ومحتاجين اكتر ان احنا نشتغل مع رجال الدين ان الرساله توصل بجد. يعني دايما بقول عندنا في مشكله في مصر ان قد يكون الصوت الديني اللي بتسمعيه في التلفزيون هو يشكل 1%، بينما في 99% هو رأي مختلف، ده اللي هو موجود في الجوامع في القرى الصغيرة. فالناس البسيطة يعني دي كنت بشوفها من وانا استاذ لسه في القصر العيني، اسأل الست ما بتستخدمش وسائل ايه، تقول لي الدكتور الجوزي قال لي ان هو سأل الشيخ فقال له لا ان ايوه. تنظيم الأسرة لا، غلط. وفي نقطة تانية بقى، هي قرارها مش في ايدها في اوقات كتيرة زي الصعيد، وفي طبعا اماكن ايضا اخرى، تمكين المرأة هيحل هتعملوا كل ايه؟ ده. ما انا هقول لك، هي جزء منها مش الحما احيانا بيبقى القرار طبعا هو في ايدها هي، هي ان انت تغيري ثقافة بها مش بس الناس. يعني في ايد طبعا، الراجل. بس هو جزء من الكلام ان انت حتى كان في الفقرة فاتت هو تمكين المرأة يحل كل المشاكل. يعني كل التجارب اللي نجحت جزء منها ان انت لما بتمكني الست، لما بتعلمي الست، الست يبقى عندها شغل، ما الست اللي هتشتغل دي مش هي دي اللي هتحمل وتولد كل سنه، لا دي هيبقى عندها طموح ان هي عاوزه تكمل شغلها. فجزء من القضيه الحقيقيه، عشان كده بقول لك انت عندك محور كامل عن تمكين المراه، ان انت لما تقضي على الاميه عند الستات، انت عندك مشكله في مصر نسبه الاميه بين الستات 31%، يعني اكتر من ثلث سيدات مصر عندهم اميه، وده رقم عالي جدا. طبعا. فلما تقضي على الاميه، تقضي على البطاله، لما تقدري تشركي الستات في مشروعات تنمويه، فالست تبقى دايما مشغوله بشغل. ويمكن دايما حتى من الافكار المربوطه دايما وعاوزين نطبقها، ان انا حتى اربط الشغل في المشروعات التنمويه الجديده اللي هتتعمل بنفس الفكره، فكره العدد وفكره الخصائص، ان الست اللي هتشتغل في المشروعات دي تكون ست هي محينه اميتها، تكون الست دي ملتزمه في العدد ايوه. الاطفال الاسره المثاليه، تكون ملتزمه ان هي اطفالها نفسهم يكونوا ان هم في المدرسه وان هي بتستخدم وسيله منع حمل. محتاجه تدخلي مكون السكان وتنظيم الاسره في كل حاجه. يعني اتكلمنا على الاعلام، طب دخله لي في التعليم، ودي الفكره برضو اللي دايما ان شاء الله نبدا نشتغل عليها، ان نفسنا في مناهج التربيه والتعليم يبقى في مكون واضح، مناهج بتتكلم عن التوعيه الصحيه، مناهج التوعيه الصحيه دي تقدري تخلقيه لجيل مصري بيفهم في صحته. يعني لو انا اشتغلت على الجيل الصغير، البذره الصغيره اللي هم في ابتدائي من دلوقتي، وحطيت لهم في المناهج حاجات عن التوعيه الصحيه وعن حياتهم، وابتديت اكلمهم عن جسمهم وعن تنظيم الاسره، بعد 20 سنة هتخلقي جيل بقى كبير فاهم مصلحته، بس فاهم العملية دي صحته. محتاجة برضو كوادر، ومحتاجة يعني ما هي كل حاجة يعني أساتذة في مجالات كتيرة، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الطبي. ما هي دايما بقول هي مش قضية وزارة الصحة ولا قضية مجلس قومي للسكان، طبعا هي قضية بلد، القضية البلد كلها السكانية قضية لازم كل قومية، البلد تشارك فيها، ومش قضية الحكومة بس، دي هي لازم المجتمع كمان المجتمع المدني، وإيمانه المجتمع المدني يخش، بالرسالة القطاع اللي الخاص موجهة يخش. للحكومة. يعني القطاع الخاص يقدر يشارك جدا في الحوافز الإيجابية، يقدر ان هو يدعم ان هو يخش للناس في الحوافز الإيجابية، الناس الحوافز الإيجابية هتشد الناس. بس بنقول طبعا حوافز سلبية، لا هي حوافز إيجابية. ايه العيادات اللي تم افتتاحها؟ 70 عيادة ضمن برنامج 2 كفاية. دي ده برنامج 2 كفاية، بس هو تابع لوزارة التضامن، كان ابتدوا يفتتحوا العيادات اللي تنظيم الأسرة. هي طبعا مهم جدا ان كل ما بتسهلي على الناس العيادات والوصول ليها وعدد العيادات بيبقى اكتر، طبعا ده بيسهل على الستات. يعني احنا دايما عندنا حاجه برضه دلوقتي، حاجه اسمها الحاجات الغير ملباه، يعني قد يكون الست مش لاقيه جنبها عياده مساحه قريبه، فلما كل ما بتزودي عدد العيادات وكل ما بتتاكدي ان العيادات دي بتقدم الخدمه الجيده وفيها وسائل منع الحمل، كل ما انت بتزودي معدل استخدام وسائل منع الحمل. أيوة. طبعا لما تزودي معدل استخدام وسائل منع الحمل انت كده هتحققي الهدف اللي هو تقللي عدد السكان. ايه الخدمات اللي هتقدمها العيادات دي، وايه المحافظات اللي العيادات دي تم توزيعها عليها؟ بصي العيادات دي طبعا نحكي الاول ان انت كل الاماكن اللي الناس بنبدا نشتغل عليها في الاول هي المحافظات اللي هي الاكثر خصوبه، ويمكن دايما هقول لك ان في ارتباط كده في مصر، اعلى 10 محافظات خصوبه في مصر هم افقر 10 محافظات، ودايما الارتباط بينهم واضح، ان هم اللي خلفوا كتير هيجيب الفقر، والقد يكون اللي هو الفقير هو مش هيحسبها، او ان هو هيخلف الاطفال دولت عشان يشغلهم ويجيبوا له فلوس. فيمكن هي دي اكتر اماكن اللي عليها شغل، وهي دي اللي لازم نبدا نركز عليها اكتر، اللي هم اعلى 10 محافظات خصوبه هم افقر 10 محافظات. وطبعا على راسهم في مصر ان هم اسيوط وسوهاج، دولت اعلى محافظات في الخصوبه، ويمكن دولت اللي محتاجه ان انت مش بس تشتغل عليهم حتى كتنظيم اسره، لا محتاجه تشتغل عليهم قصه التنميه. يعني دايما انا ببص لها ان هي اخر حاجه في الحل هو ان انت توفري اللوالب والاقراص، ابدايها من الاول. يعني دايما بقول لك الفقر هو سبب كل المشاكل، الفقر
هيخليك تخرجي عيالك من المدرسه، فده يعمل لك هو ده الاميه ويعمل لك التسرب من التعليم. اللي هيخرج عياله من المدرسه هو ده اللي هيشغلهم، فده يعمل لك عماله الاطفال. طيب اخيرا، قصر تقديم الدعم النقدي للاسره على طفلين فقط بدلا من 3، ده اعلان من الحكومه. ده كان طيب. لسه يوم الخميس اللي فات، وانا قلت لك ان القرار ده جريء ومهم، وقد يكون ان انا اقول لك لو خدناه من زمان كان هيفرق معانا لا كتير يعني جدا. دلوقتي عملية هيبدأ قصر القرار ده تقديم يتطبق الدعم من النقدي يناير للأسرة 2019. اللي فيها طفلين بس بدلا من 3 أطفال، ده حل حقيقي ممكن فعلا يتم الاستجابة لدعوة طفلين كفاية ومبادرة طفلين كفاية من خلاله؟ طبعا، وانا قلت لك دي تعتبر من الحوافز الايجابيه دي. خلي بالك القرار يعني ده لسه، إيمانكم بالنقطة دي تحديدا قد إيه؟ القرار ده هيبدا يتنفذ من يناير 2019، تمام. وزي ما قلت لك الفلوس اللي هتتوفر هتساعدك انك تخدمي بيها عدد اسر اكتر. ليه؟ انا دلوقتي ان احنا نقول الدعم هتقدم لطفلين، طب والفلوس التانيه هتقدري تفيدي بيها اسر تانيه؟ تمام. يعني بدل ما انت كنت بتفيدي عدد قليل من الاسر جايبين اطفال كتير، فانا لما اقدم دعم لطفلين هقدر الفلوس استفيد بيها اخدم بيها عدد اكبر من الاسر، وده هيشجع الاسر بعد كده ان هم يكتفوا بطفلين. في تجارب بتستفيدوا منها زي الصين مثلا؟ في دول كتير، ويمكن بس يمكن الصين دايما مشهورة في الصين الموضوع مشهوره، بس بتاع هي الدعم الصين السكاني عملت حاجات انت مش هتعرفي ان انت تعمليها، اللي هو بالاجبار، ان بالإجبار هو طبعا هو وبالقانون عمله حوافز سلبيه وبالعقاب. والعقاب وطفل واحد. ما انت لما بتعملي طفل طبعا واحد أثارت جدل بتبيح الاجهاض، ما لما هفتح طفل واحد فدي كده القضية بتبيح دي في الاجهاض. الصين. بس في، لا في دول اسلاميه كتير طبقت، عندك ايران، عندك اندونيسيا، عندك تونس. المبدأ بتاع الصين لا مش مبدا الصين، هم امال قدروا طبقت ايه؟ يحققوا طفرات في موضوع الزياده لان السكانيه. مبدأ الصين ده والعقاب على الزيادة في الأطفال ده يعني كان مثير للجدل في الدول مثير للجدل، وحتى في بعد كده العالم عمل لهم مشاكل، لان هم لما والدول بيثبتوا طفل الإسلامية. واحد وكان بس بيبيحوا للناس الاجهاض، فانت مش هتقدري الكلام ده ما يتماشاش مع الدين ولا تقاليدنا. تمام. بس نقدر نقول ان في دول اسلاميه كتير سبقتنا، ونقدر ان احنا نحذو حذوهم ونقدر نحقق نجاح. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، مقرر شكرا المجلس القومي للسكان. شكرا شكرا. على التوضيح، وبشكر حضراتكم على كرم المتابعة، وتصبحوا على خير.